بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم سنة تانية في مادة تطوير المنظمات. معكم دكتور سهام رمضان. كنا بنتكلم زي ما حضراتكم عارفين، خدنا كذا محاضرة قبل كده وكنا بنتكلم في الموضوع الإدارة الاستراتيجية، وكنا بنتكلم في مراحل الإدارة الاستراتيجية، وقلنا إن أنا عندي 4 مراحل للإدارة الاستراتيجية، واتكلمنا في التحليل البيئي، وقلنا إن إحنا المنظمة بتقوم بتحليل البيئة الخارجية عشان تتعرف على الفرص والتهديدات المتاحة، بعد كده بتحلل البيئة الداخلية عشان تعرف نقاط القوة والضعف المتاحة برضو عندها، وده اتكلمنا فيه وغطينا الموضوع ده تماما. بعد كده قلنا المرحلة الثانية بتقوم المنظمة بصياغة الاستراتيجية. صياغة الاستراتيجية بتحدد الرؤية بتاعتها والرسالة والأهداف، وتحدد البدائل الاستراتيجية وتختار البديل الاستراتيجي. اتكلمت مع حضراتكم في موضوع الرؤية وفي الرسالة وفي الأهداف. طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النقطة اللي بعد كده، اللي هي البدائل الاستراتيجية. البدائل الاستراتيجية بنقول ان المنظمه بعد ما بتتعرف على البيئه الخارجيه وتحدد الفرص والتهديدات، وتتعرف على البيئه الداخليه وتحدد نقاط القوه والضعف، وتحدد الرؤيه والرساله والاهداف، بتقوم بتحديد ايه البدائل الاستراتيجيه. البدائل الاستراتيجيه اللي بتعمل على تحقيق رؤيه ورساله المنظمه في ظل الظروف البيئيه المحيطه. بعد كده بتقوم باختيار افضل بديل من هذه الايه من هذه البدائل. طب احنا هنتكلم عن ايه؟ في بدائل استراتيجيه كثيره، ولكن احنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم سنه تانية في المحاضره الثانيه. كنا بنتكلم في المحاضره الاولى عن البدائل الاستراتيجيه، وقلنا ان احنا هنركز على نوعين من البدائل الاستراتيجيه، اللي هي الاستراتيجيات التنافسية البورتر، وكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، واستراتيجيات التوجه. استراتيجيات التوجه أو بنسميها استراتيجيات التوجه نحو النمو، وبدأنا فيها المرة اللي فاتت، وهنكمل موضوعنا في استراتيجيات التوجه أو التوجه نحو النمو. استراتيجيات التوجه نحو النمو قلنا دي إن أنا أكبر حجم أعمالي، بنمو وأكبر حجم أعمالي، ولكن بطرق مختلفة على حسب ظروف كل منظمة. وقلنا أنا ممكن أقسم الاستراتيجية التوجه نحو النمو ده إلى 3 أنواع. إلى 3 إيه؟ 3 أنواع. استراتيجيات النمو المحدود، ودي ليها أنواع. استراتيجيات النمو التوسعية، ودي ليها أنواع. واستراتيجيات الانكماش، ودي ليها أنواع. اتكلمنا المرة اللي فاتت وغطينا استراتيجيات النمو المحدود. هنتكلم النهاردة إن شاء الله هنغطي موضوع استراتيجيات النمو التوسعية واستراتيجيات الانكماش. طيب قلنا استراتيجيات التوجه هي كنت عاملها لكم في رسمة، استراتيجيات التوجه أو التوجه نحو النمو. قلنا 3 أنواع: النمو المحدود. النمو المحدود دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، غطيناها المرة اللي فاتت، قلنا اللي هي بتنقسم إلى قسمين، استراتيجيات الاستقرار أو سميناها بقاء الوضع على ما هو عليه، واستراتيجيات النمو البطيء، وغطيناها تماما المرة اللي فاتت. طب المرة دي إن شاء الله هنغطي إيه؟ هنغطي النوعين دول، استراتيجية النمو التوسعية واستراتيجية الانكماش. طب استراتيجية النمو التوسعية دي هنقول إن هي بتنقسم إلى 3 أنواع من الاستراتيجيات: استراتيجية النمو المركز، واستراتيجية التكامل، واستراتيجية التنويع. وكل واحدة بدورها بتنقسم إلى عدة أنواع. هنتكلم عن أول نوع فيها، استراتيجية النمو المركز. استراتيجية النمو المركز. طيب بنقول استراتيجيات النمو المركز، بتعتبر استراتيجيات النمو المركز أحد الطرق التي يمكن أن تنمو بها المنظمة مع استمرار البساطة في طبيعة أعمالها، وتركز المنظمة في ظل هذه الاستراتيجية على الأسواق والمنتجات والمستهلك. بنقول استراتيجيات النمو المركز دي أحد استراتيجيات النمو التوسعي. أنا هكبر أعمالي وهنمو مع البساطة طبعاً في طبيعة أعمالي. طب أنا بركز بهذه الاستراتيجيات بتاعت النمو المركز على إيه؟ قال لي والله أنا بكبر من خلال عدة أشياء، من خلال المستهلكين أو المستهلك، إن أنا أزود أعداد المستهلكين، من خلال الأسواق، إن أنا أزود أعداد الأسواق، أو من خلال المنتجات، إن أنا أطور هذه المنتجات. طب عايز أشوف الكلام ده أكتر. قال لي
الكلام ده بيتم من خلال انا ممكن اقسمها لثلاث انواع. اول استراتيجيه فيهم اسمها استراتيجيه اختراق السوق. استراتيجيه اختراق الايه؟ السوق. بنقول الاستراتيجيه دي بتسعى الى زياده مبيعات المنتجات الحاليه في الاسواق الحاليه من خلال بذل جهود تسويقيه اكبر. يعني ايه؟ يعني انا عندي نفس المنتجات الحاليه ونفس الاسواق الحاليه، ولكن اللي انا هعمله ايه؟ هزود مبيعاتي، هزود مبيعاتي من المنتجات الحاليه في الاسواق الحاليه من خلال بذل جهود تسويقيه ايه اكبر. يعني ايه؟ بدال ما كنت ببيع مثلا 1000 وحده، هبيع 2000 وحده، يبقى هزود المبيعات، ولكن المنتجات نفس المنتجات ونفس الاسواق، بس ايه اللي هيحصل؟ ان انا هزود المبيعات. دي اسمها ايه؟ اختراق السوق. طب اعمل ده من خلال ايه؟ قال لي والله ده ممكن اعمله من خلال عده اشياء. من خلال اول حاجه ان انا العمل على زياده الاستخدام بواسطه المستهلكين الحاليين. يعني ايه؟ يعني المستهلكين الحاليين، بدل ما كان المستهلك بيستخدم سلعه يستخدم ايه؟ واحده بس، يستخدم اثنين، يستخدم ثلاثه، يستخدم خمسه، يبقى ازود الاستخدام بواسطه المستهلكين الحاليين. طب ده يتم ازاي؟ قال لي والله ممكن يتم في حاجات كتير، منها تحسين موقع المنتج داخل المتاجر، تحط المنتج كده في موقع واضح ظاهر لكل الناس، من خلال زيادة مساحات الأرفف للمنتج. السوبر ماركت ألاقي أرفف كثيرة جدا بالنسبة للمنتج بتاعي، من خلال العروض، من خلال الخصومات، يبقى حاجات كتير أو حاجات أخرى، يبقى بالتالي بزود الاستخدام بواسطة المستهلكين الحاليين. طب أعمل الكلام ده تاني من خلال إيه؟ قال لي من خلال العمل على جذب مستهلكي المنافس. يعني إيه؟ المستهلكين اللي كانوا بيستخدموا سلع المنافسين أجذبهم وأخليهم يستخدموا السلعة بتاعتي أنا عشان أزود المبيعات بتاعتي. طب ده بيتم من خلال إيه؟ قال لي من خلال الدعاية والإعلان، من خلال تخفض الأسعار، أعمل العروض، أقدم خدمات للعملاء، يبقى أجذب المستهلك بتاع المنافس عشان يستخدم السلعة بتاعتي. قال لي طيب إيه تاني؟ أزود مبيعاتي من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية إزاي؟ قال لي إن أنا أعمل على جذب الأفراد الذين لم يقوموا باستخدام المنتج من قبل. يعني إيه؟ ناس عمرهم ما استخدموا السلعة بتاعتي، أخليهم يجوا إيه؟ أجذبهم عشان يستخدموا السلعة بتاعتي ويشتروها. اللي ما جربش أخليه يجرب السلعة بتاعتي. طبعا برضه عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي اسعار، نقدم لهم اسعار خاصه، استخدامات جديده للمنتج، عن طريق برضه اللي هي الاعلانات، عن طريق الخصومات، كل ده. يبقى احنا بنتكلم عن استراتيجيه اختراق الايه؟ اختراق السوق. بنقول ان الكلام اللي انا بقوله ده انا كاتبه لكم بس عناوين في السلايدز دي، ولكن انا هحاول ابعت لحضراتكم المطبوعات كل استراتيجية مشروحة تماما. يبقى الكلام ده أنا هبعته لكم من خلال مطبوعات لأحد الطلبة، أنا هبعته لكم وهيوصل لكم، والكلام ده مشروح تماما. احنا في السلايدز هنا بنكتب ايه؟ بنكتب عناوين فقط عشان ما فيش مجال ان انا ايه اكتب كل حاجة مشروحة بالتفصيل. يبقى هبعت لكم الكلام ده. طيب دي استراتيجية اختراق السوق، ان انا ايه؟ بزود مبيعات المنتجات الحالية في الاسواق الحالية من خلال بذل جهود تسويقية اكبر. طب نقول في استراتيجية تانية تابعة لإيه؟ تابعة لاستراتيجيات النمو المركز. إيه هي الاستراتيجية التانية؟ قال لي استراتيجية اسمها استراتيجية تنمية الإيه؟ تنمية السوق. تنمية السوق يعني إيه؟ يعني أركز على الأسواق بتاعتي وأزود أعدادها. الاستراتيجية دي بتتضمن إيه؟ قال لي بتتضمن تقديم المنتجات أو الخدمات الحالية إلى أسواق جديدة. إحنا لسه بنقول نفس المنتجات ونفس الخدمات الحالية، بس هعمل إيه؟ أنمي الأسواق. يعني إيه؟ أزود عدد الأسواق، أخش أسواق إيه؟ جديدة. ده من خلال إيه؟ قال لي من خلال فتح منافس توزيع في مناطق جغرافية جديدة محلية أو عالمية، أو الاستحواذ على أسواق لم تكن تعمل بها المنظمة من قبل. يعني إيه؟ نفس منتجاتي الحالية اكبر عن طريق ايه؟ ان انا اغزو اسواق جديد، اخش اسواق جديد عمري ما دخلتها قبل كده، اكتر عدد الايه؟ الاسواق اللي انا دخلتها، ولكن نفس المنتج الايه؟ نفس المنتج الحالي. اسمها ايه؟ اسمها استراتيجيه تنميه السوق. استراتيجيه ايه؟ تنميه السوق، انمي السوق بتاعي. فبيكون هنا التركيز على ايه؟ على الاسواق وزياده ايه؟ وزياده اعدادها. الاسواق وزياده اعدادها، اخش اسواق جديده، اكتر يعني ايه الاماكن اللي انا ايه اللي انا بعرض فيها المنتج، اخش اسواق ايه جديده. يبقى ده تنميه الايه؟ السوق بنفس المنتجات الحاليه بس ازود عدد الايه؟ الاسواق. طيب في استراتيجيه تانية بتتبع استراتيجيات النمو المركز؟ قال لي قال لي استراتيجيه تطوير الايه؟ تطوير المنتج. طيب استراتيجيه تطوير المنتج دي
قال لي بتسعى المنظمة من خلال هذه الاستراتيجية من خلال إيه؟ زيادة مبيعاتي من خلال تقديم إيه؟ تقديم تشكيلة جديدة أو إدخال التحسينات على المنتج الحالي ومحاولة تمييزه عن منتجات المنافسين. يبقى هنا التركيز على إيه؟ على المنتج وتطويره، إن أنا أطور المنتج بتاعي، ها، وأدخل تحسينات عليه عشان أزود مبيعاتي منه وأحاول أميزه عن منتجات الإيه؟ المنافسين. يبقى إن المنتج كده مميز وأدخل عليه تطويرات معينة بحيث إن هو يكون إيه؟ يكون أفضل من المنتج بتاع المنافس. طب من خلال ايه اعمل ايه في المنتج يعني؟ قال لي والله حاجات كتير قوي، ده يكون من خلال بجعله مثلا اكبر او اصغر، ها، او احسن طريقه التغليف، او اغير اللون بتاعه، ها، او اغير الاختيارات المتاحه للمنتج، ها، اعمله مثلا بكذا طعم كذا نكهه، او من خلال تنميه استخدامات جديده للمنتج، او من خلال تحسين الخدمات المصاحبه للمنتج، وكذلك التكنولوجيا المستخدمه في انتاجه. يبقى ده تطوير الايه؟ تطوير المنتج، إن أنا أزود مبيعاتي من خلال إدخال التحسينات على المنتج الحالي ومحاولة إيه؟ تمييزه. يبقى بنقول أول نوع من الاستراتيجيات بتاعة النمو التوسعية، قلنا استراتيجيات الإيه؟ النمو الإيه؟ المركز، استراتيجيات النمو المركز، وقلنا هي 3 استراتيجيات، استراتيجية اختراق السوق، ها؟ إن أنا بركز على المستهلكين وأزود أعدادهم، استراتيجية تنمية السوق بركز على الأسواق وأزود أعدادها، استراتيجية تطوير المنتج بركز على المنتج وإيه وأطوره. طيب يبقى ده أول نوع من الإيه؟ من الاستراتيجيات. طيب بعد كده هو التاني نوع من استراتيجيات النمو التوسعية، استراتيجيات الإيه؟ التكامل. استراتيجيات التكامل، استراتيجيات التكامل دي بنقول تمكن استراتيجيات التكامل المنظمة من السيطرة على الموردين، ممكن أسيطر على الموردين والموزعين، ممكن أسيطر على الموزعين والمنافسين. يبقى إيه؟ استراتيجيات التكامل دي ممكن تخليني إن أنا أسيطر على الموردين، ممكن تخليني أسيطر على الناحية التوزيعية أو الموزعين، ممكن تخليني أسيطر على المنافسين. الكلام ده ينفع؟ قال لي أه ينفع، من خلال استراتيجيات اسمها استراتيجيات الإيه؟ التكامل. طب استراتيجيات التكامل دي عبارة عن ايه؟ عايزين نشوف ازاي نسيطر على الحاجات دي. قال لي والله استراتيجيات التكامل دي، ها، بتتكون من نوعين، من ايه؟ نوعين، اسمها ايه؟ استراتيجيات التكامل الرأسي واستراتيجيات التكامل الايه؟ الأفقي. يبقى استراتيجيات التكامل عندي كم نوع؟ عندي نوعين، تكامل رأسي وتكامل ايه؟ وتكامل أفقي. تكامل رأسي وتكامل أفقي. طب هنتكلم الأول عن استراتيجيات التكامل الرأسي. قال الاستراتيجيات التكامل الرأسي دي تنقسم بدورها إلى قسمين، تكامل رأسي خلفي وتكامل رأسي إيه؟ أمامي. تكامل رأسي خلفي وتكامل رأسي إيه؟ أمامي. طب هنشوف استراتيجية التكامل الرأسي الخلفي، استراتيجية التكامل الرأسي الإيه؟ الخلفي. بنقول استراتيجية التكامل الرأسي الخلفي دي بتحدث من خلال امتلاك المنظمة لكل أو بعض مصادر التوريد أو فرض سيطرة أكبر عليها. يبقى أنا في مرحلة معينة اللي هي مرحلة مثلا التصنيع، بصنع منتج معين، ها، وبستخدم مواد أولية معينة وأشياء معينة، فبالتالي بجد إن إيه؟ إن الموردين اللي بيوردوني المواد الأولية اللي أنا بستخدمها دي فيهم مشكلة معينة، فبالتالي بقول إيه؟ بقول إن أنا ممكن أكبر وأنمو من خلال إيه؟ من خلال إن أنا أسيطر على المرحلة اللي إيه؟ اللي قبلي، اللي هي مرحلة الإيه؟ التوريد، ها، يبقى بالتالي ان انا من خلال هذا النوع من الاستراتيجيات، ها، بمتلك كل او بعض مصادر التوريد او افرض سيطره اكبر ايه عليه. هنقول مثال مثلا شركه في صناعه الاثاث، شركه موبيليا بتصنع ايه؟ الاثاث اللي هو اوض نوم واوض سفره واوض صالون والحاجات دي كلها. فانا ممكن ايه؟ ممكن اعمل استراتيجيه التكامل الرأسي الخلفي من خلال ايه؟ ان انا، ها، امتلك، ها، يعني ايه، مصنع بيورد لي ايه؟ بيورد لي الاخشاب. يبقى انا ايه؟ انا يعني عندي المرحله بتاعت مرحله التصنيع والمرحله اللي قبلها اللي هي مرحله الايه؟ مرحله الايه؟ التوريد. زي مثلا بنقول ان هي مثلا اللي هي مثلا المراعي، شركه المراعي اللي هم بتوع الالبان وغيره، بنجد انه عندهم مزارع،
الأبكار عشان تورد لهم هذه الإيه الألبان. يبقى أنا بمشي خطوة لورا للخلف، يعني أنا بصنع وأنا بورد لنفسي الإيه المواد الخام اللي أنا إيه اللي أنا بستخدمها. يبقى النمو بتاعي من خلال إن أنا بمتلك مرحلتي والمرحلة اللي إيه اللي قبليها. يبقى اسمها استراتيجية التكامل الرأسي الإيه الخلفي، استراتيجية التكامل الرأسي الخلفي. طب إيه الأسباب اللي تدعوني إلى اتباع هذه الاستراتيجية؟ قال لي والله ممكن أسباب كتير. أول حاجة لما يكون الموردين الحاليين غير جديرين بالثقة، غير جادرين بالثقة اللي بيوردوا لي. الحاجة التانية قال لي عدم قدرة المورد على الوفاء باحتياجات المنظمة من ناحية الوقت، ما بيورد ليش في الوقت المناسب، أو الجودة أو السعر. ها الجودة بتاعت الأشياء اللي بيوردها لي جودة رديئة، أو بيورد لي في وقت غير مناسب، بيتأخر عليا دايما، الأسعار بتاعته غالية. قال لي إيه كمان؟ قال لي في حالة ارتفاع تكلفة التوريدات بالنسبة للتكلفة الإجمالية للمنتج. قال لي في حالة قلة عدد الموردين، عند زيادة مخاطر توقف الإنتاج نتيجة عدم كفاية الإيه المواد الأولية في السوق. يبقى عندي أسباب معينة بتخليني ألجأ إلى هذه الاستراتيجية اللي هي استراتيجية التكامل الرأسي الإيه الخلفي. طيب في استراتيجية أخرى، استراتيجية التكامل اسمها استراتيجية التكامل الرأسي الإيه الرأسي الأمامي، رأسي الأمامي. يبقى استراتيجية التكامل الرأسي الخلفي أنا سيطرت على الإيه على ناحية التوريد. طيب استراتيجية التكامل الرأسي الأمامي قال لي بيتم في حالة امتلاك المنظمة لكل أو بعض منافذ التوزيع. يبقى أنا بمشي بقى الخطوة الإيه الأمام، يبقى أنا بصنع وإيه كمان، وإن أنا بوزع لنفسي، أنا اللي بصنع وأنا اللي إيه اللي بوزع. طيب يبقى في حالة امتلاك المنظمة لكل أو بعض منافذ التوزيع، بمشي خطوة الإيه لقدام. طب امتى بتلجأ المنظمة لاتباع هذه الاستراتيجية؟ قال لي والله إذا كانت منافذ التوزيع اللي موجودة دلوقتي غير قادرة على تلبية احتياجات المنظمة وتحقيق أهدافها. من ناحية إيه؟ إن هي ما بتوصلش مثلا للمستهلك الإيه المستهدف. وتقديم الخدمة عايز إن أنا ها بلجأ ليها برضو لما ببقى عايز أقدم الخدمة بالأسعار وبالطريقة اللي بتزيد من قوة الإيه المنظمة. يعني منافذ التوزيع غير مناسبة بالنسبة لي، ما بتوصلش للمستهلك اللي أنا عايزة أوصله، ما بتقدمش الخدمة بالسعر اللي أنا عايزة إيه أوصله للإيه للعميل بتاعي، أو بالطريقة اللي تزيد من قوة الإيه المنظمة. زي إيه؟ زي ما بنقول اللي هي ميفكو مثلا حلوان، صناعة أساس وبعليها معارض للإيه للبيع. وحضراتكم ممكن بكل استراتيجية دي تجيبوا لي أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا جدا جدا. يبقى بالتالي انا سيطرت على ناحيه الايه التوزيع. يبقى عندي استراتيجيات التكامل الراسي، ها عندي التكامل الراسي امامي وتكامل راسي خلفي. التكامل الراسي خلفي ان انا بسيطر على ناحيه التوريد، بمتلك الايه المرحله اللي قبليه. طب الحاجه الثانيه التكامل الراسي الامامي ان انا ايه، ان انا بمشي خطوه لقدام ويعني بسيطر على ناحيه الايه التوزيع، يبقى تصنيع وتوزيع. طيب عندي استراتيجيات التكامل، عندي استراتيجية أخرى، استراتيجيات التكامل الإيه؟ التكامل الأفقي. التكامل الإيه؟ الأفقي. استراتيجيات التكامل الأفقي من خلال الاستراتيجية دي بتقوم المنظمة بتملك أو استحواذ أو السيطرة على إمكانيات بعض المنافسين. هنا بسيطر على الإيه؟ المنافسين. إزاي؟ قال لي ده يتم من خلال الاندماج أو الاستحواذ. طب يعني إيه الاندماج؟ قال لي الاندماج ده ان هو بيتم بين شركتين او اكثر في صوره شركه واحده، اتنين بيندمجوا مع بعض، شركه وشركه اخرى وبيندمجوا مع ايه مع بعض. قال لي الشركه الجديده الناتجه عن الاندماج دي بيكون ليها غالبا اسم مشتق من اسماء الشركات اللي اندمجت مع ايه مع بعض. زي ايه؟ قال لي زي شركه سوني وشركه اريكسون، كونوا سوني اريكسون. يبقى في اندماج بعد ما كان في منافسه، لا بس من ايه اصبحنا حاجه واحده واندمجنا ايه مع بعض. طب تكامل افقي زي ايه تاني؟ قال لي زي الاستحواذ. طب ايه الاستحواذ ده؟ قال لي الاستحواذ ده عباره عن ان انا اشتري شركه معينه ويتم تحويلها تماما لفرع او جزء تشغيلي من الشركه التي قامت بالشراء او الاستحواذ. ان انا اشتري شركه واضمها ليا وتبقى فرع ليا او جزء تشغيلي ليا. يبقى ايه؟ انا سيطرت على هذه الايه الشركه واصبحت ايه؟ ما اصبحتش منافس ليا لانها اصبحت جزء مني. طب ايه اللي بيخليني الجا لهذا النوع من الاستراتيجيات اللي هي استراتيجيات التكامل الافقي؟ قال لي من الاسباب اللي تخليني اطبق هذه الاستراتيجيات الوصول لوضع احتكاري او شبه احتكاري
الابتكاري والسيطره على حصص سوقيه اكبر. قال لي كمان تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير وتكوين الكيانات الكبيره او العملاقه. قال لي زياده القدره التنافسيه امام المنظمات الاخرى. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ عن استراتيجيات التكامل، استراتيجيات التكامل، وقلنا استراتيجيات التكامل دي نوعين، تكامل رأسي وتكامل افقي، وقلنا التكامل الرأسي نوعين، تكامل رأسي خلفي وتكامل رأسي امامي، استراتيجيات التكامل الافقي واتكلمنا عنها وقلنا من اهم انواعها الاندماج والاستحواذ. يبقى احنا بنتكلم في استراتيجيات دلوقتي النمو التوسعي، تاني كان حاجة فيها كانت ايه؟ استراتيجيات التكامل. طب تالت حاجة في استراتيجيات النمو التوسعية ان انا بنمو اتوسع من خلال ايه؟ من خلال التكامل. طب تالت حاجة قلنا الف وب وجيم. طب نمرة جيم قال لي استراتيجيات اسمها استراتيجيات التنويع، ان انا انمو اكبر من خلال استراتيجيات الايه؟ التنويع. طب قال لي استراتيجيات التنويع دي تقوم المنظمة من خلال هذه الاستراتيجيات بتقديم عدد من المنتجات الجديدة أو الخدمات الجديدة، بقدم منتجات جديدة أو بقدم خدمات جديدة أو إضافة أسواق جديدة للأسواق الحالية. يبقى أنا بإيه؟ بقدم منتج جديد أو خدمة جديدة. ها، وتنقسم هذه الاستراتيجيات لنوعين، إيه هي؟ استراتيجيات النمو المرتبط واستراتيجيات النمو غير المرتبط. طب أتكلم عن أول نوع من الاستراتيجيات اللي هي استراتيجية استراتيجية التنويع المرتبط واستراتيجية التنويع غير المرتبط. يبقى احنا بنتكلم في التنويع، التنويع نوعين، تنويع مرتبط وتنويع ايه؟ غير مرتبط. طب التنويع المرتبط يعني ايه؟ قال لي والله استراتيجية التنويع المرتبط ها بتتحقق الاستراتيجية دي من خلال ان انا اضيف منتجات جديدة، منتجات جديدة، ها نفس المنتج الحالي عندي واضيف له ايه؟ منتجات جديدة. المنتجات الجديدة دي بتتناسب التكنولوجيا بتاعتها وطبيعة انتاجها وتسويقها مع خطوط المنتجات الحالية. يبقى اضيف منتج جديد ها شبه المنتج اللي انا ايه اللي انا بنتجه، بيتناسب مع التكنولوجيا بتاعته، مع التكنولوجيا الخاصه بالمنتج القديم وطبيعه الانتاج والتسويق ومع خطوط المنتجات الحاليه. قال لي الكلام ده بيمكن المنظمه او الاستراتيجيه دي بتمكن المنظمه ان هي تستغل مجالات القوه اللي بتتمتع بيها، المعرفة نفسي لأخذ المعرفة أستغلها، المعرفة بتاعتي والخبرة بتاعتي والإمكانيات والمهارات التسويقية في إن أنا أنتج منتجات جديدة شبه أو مرتبطة بالمنتجات الحالية. يبقى منتج جديد مرتبط بالمنتج الحالي أو شبه المنتج الحالي، شبهه في إيه؟ شبهه في التكنولوجيا، شبهه في طبيعة الإنتاج، شبهه في طبيعة التسويق، بينتج من خلال نفس خطوط المنتجات. طب قولي لي زي إيه؟ قال لي زي شركة بيبسي وشركة كوكاكولا أنتجوا إيه؟ المياه المعبأة، المياه المعبأة. يبقى كانوا بينتجوا بيبسي أو كوكاكولا، دلوقتي إيه؟ بجانب البيبسي والكوكاكولا حاجة تنويع بس مرتبط اللي هو إيه؟ المياه المعبأة. زي إيه كمان؟ قال لي زي ماكينات الطباعة اللي بتطبع الجرايد، ها؟ نفس المكن ونفس الحاجات ونفس الخطوط بالظبط، ممكن ان هي بتستخدم في طباعه الكتب والمجلات. يبقى ده تنويع ايه؟ تنويع مرتبط، حاجه مرتبطه بنفس المنتج الحالي، شبهها زيها، ما بجيبش خطوط انتاج جديده، لا هي نفس خطوط الانتاج. طيب قال لي الاستراتيجيه دي بتتيح للمنظمه ان هي تستغل الطاقه الفايضه عندها، وبتستخدم القوى البيعيه لاقصى طاقتها، وبتستفيد من الشهره واسم المحل. طيب يبقى دي ايه اسمه تنويع ايه؟ تنويع مرتبط. بنقول ان درجه المخاطره في هذه الاستراتيجيه اللي هي التنويع المرتبط اقل من درجه المخاطره في حاله استراتيجيه التنويع ايه؟ غير المرتبط. درجه المخاطره ايه؟ قليله جدا. ليه؟ لان المنتج الجديد ده لو فشل مش هيحصل اي حاجه، يعني احنا ما جبناش خطوط انتاج جديده، ما عملناش يعني تكنولوجيا جديده، ما استخدمناش اساليب تسويقيه جديده، لا هي الحاجات القديمه، فلو حصل اي مشكله ما عنديش اي مشاكل، ودرجه الخطوط المخاطره بتكون قليله. والمنظمه لما بتنتج المنتجات الجديده دي بتستخدم نفس خطوط الانتاج والتكنولوجيا وقنوات التوزيع القديمه، فدرجه المخاطره بتكون ايه؟ بتكون اقل. يبقى دي اسمها استراتيجيه التنويع الايه؟ المرتبط. في استراتيجية أخرى استراتيجية التنويع ولكن غير المرتبط. طب إيه استراتيجية التنويع غير المرتبط دي؟ قال لي والله الاستراتيجية دي بتتحقق لما بتدخل المنظمة بعض مجالات العمل الجديدة والتي لا ترتبط بمجالات العمل الحالية. يعني إيه؟ يعني أنا بنتج منتجات معينة بخشها
في مجال جديد خالص، غير مرتبط بالمنتجات القديمة، غير مرتبط تماما، حاجة تانية خالص. كان الاستراتيجية اللي قبل كده اللي هي المرتبطة، حاجة مرتبطة بالقديم، لا دي بقى ايه، تنويع ولكن غير مرتبط، ملوش علاقة بالايه، بالقديم. فمن خلال هذه الاستراتيجية المنظمة بتقوم بإضافة منتجات جديدة ولكنها إيه؟ غير مرتبطة بخط المنتج الحالي، لا في التكنولوجيا ولا في الإنتاج ولا في قنوات التسويق ولا في المستهلكين. يبقى أنا بخش في صناعة ليس لها علاقة تماما بالصناعة اللي أنا إيه؟ الحالية اللي أنا بنتمي إليها. زي إيه؟ قال لي زي الشركات اللي بتنتج سيارات، ها، ومنتجات أطعمة وأجهزة كمبيوتر، ده ملوش علاقة بده خالص. شركات بتنتج ساعات مثلا وملابس وأقلام ومشغولات ذهبية، ده حاجة وده حاجة. امتى بتلجأ المنظمة لاتباع هذه الاستراتيجية؟ قال لي في حالة عدم وجود فرصة للتوسع في مجال العمل اللي بتعمل فيه. يبقى أنا عايز أتوسع وعايز أكبر، بس مفيش مجال إن أنا أتوسع في نفس المجال اللي أنا بعمل فيه حاليا. وأنا معايا إيه؟ معايا فلوس وعايز أكبر وعايز أوسع حجم عمل. فبخش في مجال جديد خالص غير مرتبط، اسمه تنويع إيه؟ تنويع غير مرتبط. من خلال هذه الاستراتيجية بنقول إن المنظمة بتتمكن إن هي تجذب قطاعات جديدة من العملاء من خلال فتح أسواق جديدة. طب قول لنا مثال، وحضراتكم ممكن تقولوا أمثلة كثيرة جدا، وده مطلوب من حضراتكم إن كل استراتيجية تطلعوا لي عليها أمثلة. ها، هنقول أقول لكم مثال زي عامر جروب. بنجد إن هو بدأ حياته وكيل نيابة ودخل المحاماة مع والده، بعد كده افتتح إيه؟ افتتح مطاعم. يبقى كان اول عمل ليه بيشتغل في المطاعم، مطعم تشيلز وحلقه السمك. بعد كده عمل ايه اللي هو التنويع غير المرتبط، دخل في مجال ايه، مجال الاسكان والسياحه، عمل بورتو مارينا وبورتو السخنه والحاجات دي كلها. يبقى كان في المطاعم وبعدين دخل ايه في مجال غير مرتبط اللي هو الاسكان والسياحه وغيره. في بقى حاجات كثيره جدا، مجموعه منصور والحاجات دي كلها، في حاجات كثيره جدا امثله على استراتيجيه التنويع غير المرتبط. يبقى احنا اتكلمنا عن استراتيجيات النمو الايه التوسعي، اتكلمنا في المحاضره دي عن استراتيجيات النمو التوسعيه، وقلنا ان استراتيجيات النمو التوسعيه دي بتنقسم لثلاث اقسام: استراتيجيات النمو المركز واتكلمنا عنها بانواعها، استراتيجيات التكامل واتكلمنا عنها بانواعها، واستراتيجيات التنويع وقلنا ان هي اتكلمنا عنها برضو بانواعها، ان هو التنويع المرتبط والتنويع غير المرتبط. طب تالت حاجه هنتكلم عنها، تالت حاجه هنتكلم عنها النهارده اللي هي استراتيجيات الانكماش. استراتيجيات ايه بقى؟ الانكماش، او بعض الناس بيسموها التقلص، التقلص او الانكماش، استراتيجيات الانكماش او التقلص. بنقول المنظمه بتلجأ الى هذه الاستراتيجيات الانكماشيه والتي تعني تخفيض حجم العمليات أو الخدمات المقدمة عن معدلاتها السابقة. يعني إيه؟ يعني في بعض الأحيان، بعض الظروف بتضطر بعض المنظمات إن أنا أقلل حجم أعمالي، أقلص حجم أعمالي، استراتيجية الانكماش، حجم أعمالي يكون إيه؟ أقل، أخفض حجم العمليات، أخفض الخدمات الإيه؟ المقدمة عن المعدلات السابقة. طب ايه اللي يخليني الجا لهذه الاستراتيجيات الانكماشيه؟ قال لي والله حالات كتير. منها ايه؟ قال لي والله منها ان سوء الاحوال الاقتصاديه للدوله او للصناعه، الاحوال الاقتصاديه سيئه. ممكن ايه كمان؟ اخفض حجم عملي ليه؟ او الجا للاستراتيجيات الانكماشيه ليه؟ قال لي في حاله المنافسه الشرسه، في منافسه شديده جدا من جانب بعض المنظمات، وانا مش هقدر اقف قدامها، لا يمكن الصمود امام هذه المنافسه، فايه؟ اقلل او اقلص حجم ايه؟ اعمالي. قال لي ايه كمان؟ اذا لم تستطيع المنظمه تحقيق اهدافها من خلال الاستراتيجيات المتبعه حاليا، أو كان مستوى الأهداف أقل مما يتحقق في السنوات السابقة، مش قادر أحقق أهدافي وبحققها ولكن بمستوى متدني، والأرباح قليلة جدا أو بقى في خسائر بدل الأرباح، فبقول خلاص أنا إيه أقلل حجم أعمالي وأضطر إلى استخدام استراتيجيات الانكماش، استراتيجيات الانكماش. طب إيه أهم أنواع هذه الاستراتيجيات؟ هي كثيرة ولكن إحنا هنقول إيه؟ هنقول أمثلة فقط، هنقول أمثلة فقط. طب اهم انواع استراتيجيات الانكماش ايه؟ قال لي في استراتيجيه اسمها استراتيجيه الانعاش، استراتيجيه الايه؟ الانعاش. بيطلق عليها بعض الاسماء، في ناس سموها استراتيجيه الالتفاف، في ناس سموها استراتيجيه التحول لاعاده البناء، في ناس سموها استراتيجيه التجذيب، التجذيب. طب امتى بتلجا المنظمه لاستراتيجيه الانعاش؟ عايز ايه؟
عايز اوقف المنظمه على رجليها مره تانية، زي ايه؟ زي المريض كده اهوت، وبدخله غرفه الانعاش دي برضو المنظمه، بحاول ايه ان انا ايه يعني ادخلها غرفه الانعاش او اعمل لها انعاش. اللي بتلجا المنظمه الاستراتيجيه دي امتى؟ لما بتتعرض المنظمه لمشكلات متعدده ولكنها غير حاده، مشكلات متعدده ولكن ايه، مشكلات غير حاده، فاعمل ايه، بحاول اعمل كل جهدي عشان اوقف المنظمه على رجليها مره تانية، يتم تحسين الكفاءه الداخليه للمنظمه. طب اعمل ايه؟ قال لي والله ان انا ممكن احسن الكفاءه الداخليه للمنظمه من خلال عده حاجات. ايه هي؟ قال لي تخفيض الاصول والنفقات غير الضروريه، احاول اخفض الاصول اللي عندي واحاول اخفض النفقات غير الضروريه. زي ايه؟ قال لي زي المنظمه ممكن تكون ايه، يكون عندها قطعه ارض او مباني كانت تشتريها قبل كده عشان تعمل ايه، عشان تعمل توسع او اي حاجه، تحاول ان بقى ايه تبيع الاراضي والمباني اللي ايه اللي كانت مشتريها قبل كده عشان تعمل توسع، وخلاص الحاجات دي اصبحت غير واقعيه فتبيع هذه الاراضي او المباني. قال لي برضو المنظمه ممكن تبيع بعض الالات او الاجهزه المتقدمه، تبيعها. تحاول برضو تخفض التكاليف او النفقات الغير الضروريه من خلال ايه، ان هي تأجر الآلات بدلا من شرائها، بدل ما تشتري آلات جديدة تستخدمها لا تأجر. إيه كمان؟ إن هي تخفض الأجور والحوافز أو تستغنى عن بعض العاملين، تخفض تكاليف الصيانة، حاجات كتير. طب إيه تاني؟ قال لي والله إحنا قلنا قبل كده إن هي تخفض الأصول والنفقات غير الضرورية، إن هي الحاجة التانية زيادة الإيرادات دون زيادة الإنفاق، تحاول تزود الإيرادات بقدر الإمكان من خلال زيادة فعالية الأداء، بتحاول إن هي تحقق عائد أفضل دون ايه، دون زياده الانفاق. قال لي ايه كمان؟ قال لي تطبق مبدا اسمه مبدا العائد والتكلفه مع كل تصرف، كل تصرف تشوف العائد منه قد ايه والتكلفه قد ايه، لو العائد اكبر من التكلفه فايه تنفذ هذا التصرف، لو العائد اقل من التكلفه يبقى ما فيش داعي لهذا الايه التصرف. يبقى استراتيجيه الايه الانعاش، احاول مع المنظمه، قلنا امتى بنستخدمها؟ لما بتقابل المنظمه مشكلات متعدده ولكنها غير حاده. طب استراتيجيه تانيه اسمها استراتيجيه التخلص من بعض الانشطه، استراتيجيه التخلص من بعض الايه الانشطه، بنقول بتضطر بعض المنظمات ان هي تلجا لهذه الاستراتيجيه من خلال ان هي تتخلص من بعض الانشطه الخاسره اللي صعب ان انا اطبق عليها استراتيجيه الانعاش عن طريق بيع هذه الانشطه الخاسره. بنقول عاده ما بتستخدم هذه الاستراتيجيه لما بتكون المنظمه عايزه تزود الفاعليه الكليه للمنظمه، ولكن احد الخطوط الانتاجيه بتاعه المنظمه او احد وحدات الاعمال بتاعه المنظمه او التابعه للمنظمه ايه ذات اداء سيء او لا يحقق ايه ارباح، يبقى احد خطوط الانتاج او احد وحدات الاعمال ادائها سيء ما بيحققش ارباح، ها فاحاول ايه، احاول اضطر الى ايه ان انا اصفيه او ابيعه او اتخلص منه. او في حاله تقادم بعض المنتجات اللي بتقدمها وظهور بدائل لهذا الايه لهذا المنتج في السوق، فالمنظمه بتضطر ان هي توقف انتاج وتسويق المنتج ده وتحول الاستثمارات المنفقة عليه إلى استثمارات في منتجات أخرى تعطي عائد أفضل. يبقى استراتيجية إن أنا أتخلص من بعض الأنشطة أو من بعض خطوط الإنتاج أو من بعض وحدات الأعمال اللي إيه الخاسرة أو ذات الأداء المتدني أو المتقدم. طيب في استراتيجية تانية اسمها استراتيجية المنظمة الأسيرة. استراتيجية المنظمة الأسيرة هنا بتقوم المنظمة ببيع كل منتجاتها إلى مستهلك واحد أو منظمة أخرى، ببيع كل منتجاتي لإيه؟ لمنظمة تانية، وعادة بيكون الكلام ده في شكل إيه؟ في شكل عقود طويلة الأجل بين الطرفين، كل المنتجات بتاعتي أنا بنتج وببيعها لإيه؟ لمنظمة تانية اللي بتتولى موضوع التسويق، وده بيكون في شكل عقد طويل الأجل بيني وبين هذا الطرف الإيه؟ التاني. طب ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ايه اللي يخلي المنظمه تبقى اسيره لواحد فقط من عملائها؟ قال لي ان اول حاجه ان عشان تضمن تواجدها واستمرارها في السوق وعدم وجود منافسه للمنتج بتاعها، يعني عشان تضمن ضمانها ايه واستمرارها في السوق ومفيش منافس. ليه؟ قال لي الشركه اللي ممكن تبيع لها دي كل منتجاتها قد تكون اقوى منها في السوق وبالتالي قد تكون منافس قوي لها، هي تتفق معاها وتبيع لها كل منتجاتها والشركه الثانيه هي اللي تتولى موضوع التسويق. طب بايه اللي بيضطرها ان هي تكون برضو اسيره لواحد فقط او المنظمه واحده فقط؟ قال لي عشان تخفض تكاليف بعض الانشطه زي تكاليف الايه التسويق.
طيب بنقول ايه هي العقبات اللي ممكن تواجه المنظمة الأسيرة دي؟ قال لي والله عقبات كتير ممكن تقف قدامها، ان ايه؟ ان نشاطها وحجم انتاجها بيكون محدود بحاجة المنظمة الأخرى التي تأخذ منها. يبقى المنظمة التانية دي هي اللي بتحدد لها حجم الانتاج، تقول لها انا عايزة قد كده، اكتر من كده انا مش هقدر. طيب ايه تاني؟ لو حصل واجهت المنظمة التانية دي ها اي مشكلة، اي مشكلة مالية او اي مشكلة من اي نوع، فالمنظمة الأسيرة بتواجه مشكلة شديدة في التخلص من المنتج بتاعها وفي الحصول على الإيرادات اللازمة لاستمرار. يبقى اسمها استراتيجية المنظمة الإيه؟ الأسيرة. طب الاستراتيجية اللي بعد كده من الاستراتيجيات من استراتيجيات الانكماش اسمها استراتيجية التحول أو تغيير مجال الأعمال. التحول أو تغيير مجال الأعمال، من خلال هذه الاستراتيجية المنظمة بتقوم بتغيير مجال الأعمال اللي بتعمل فيه وبتتحول لمجال أعمال جديد، تسيب القديم خالص وتعمل في مجال إيه؟ في مجال أعمال جديد. طب إمتى بتلجأ المنظمة لهذه الاستراتيجية اللي هي تغيير مجال الأعمال أو التحول؟ قال لي لما بيقل عائد الاستثمار من النشاط اللي بتعمل فيه عن العائد المتوقع. يبقى إيه؟ كانت هي متوقعة عائد معين ولكن العائد أقل بكتير قوي، وفي نفس الوقت يكون قدام المنظمة فرصة أخرى إن هي تستثمر في نشاط آخر. يبقى العائد الاستثمار من النشاط الحالي قليل جدا، وفي نفس الوقت عندي فرصة إن أنا أستثمر في إيه؟ في مجال آخر. وإيه كمان؟ قال لي ويكون عندي أساس تمويلي قوي إن أنا أستطيع من خلاله أتحول إلى نشاط جديد. يبقى دي استراتيجية التحول أو تغيير إيه؟ مجال الأعمال. طب آخر نوع من الاستراتيجيات اللي هتكلم عنها النهارده استراتيجية التصفية. استراتيجية التصفية إن أنا أصفي إيه؟ الأعمال. الاستراتيجية التصفية دي بتعني إن أنا أوقف نشاط المنظمة خالص وأبيع الأصول بتاعتها وأوفر السيولة ها؟ ووزع هذه السيولة على الايه؟ على المساهمين او اصحاب رأس المال، وما بيتمش ده طبعا الا بعد ما سدد الالتزامات على اللي كانت على المنظمة. قرار التصفية او استراتيجية التصفية ده او قرار بيع المنظمة ده بيعتبر من اصعب القرارات اللي بتواجه المنظمة، من اصعب القرارات اللي بتواجه المنظمة، ومعظم المنظمات ما بتلجأش الى هذه الاستراتيجية إلا بعد ما تحاول استخدام العديد من البدائل الاستراتيجية الانكماشية الأخرى وتفشل فيها. يعني إيه؟ تحاول إن هي تستخدم أي استراتيجية من الاستراتيجيات الانكماشية اللي اتكلمنا عنها، ولكن يعني إيه؟ يعني بتفشل في هذه الاستراتيجية وما تلاقيش أي بديل قدامها إلا التصفية، ففي النهاية بتلجأ للتصفية. طب إمتى بتلجأ للتصفية برضو؟ قال لي لما المنظمة بتكون في وضع سيء من حيث انخفاض الأرباح بدرجة ملحوظة، الأرباح قليلة جدا، أو إن أنا لو كانت المنظمة بتحقق خسائر، طب خلاص أصفي أحسن بقى، أو المنظمة يعني بتدرك إن هي عدم قدرتها على التنافس، المنافسة شرسة جدا ومش قادرة تصمد، فبالتالي تصفي، أو الصناعة اللي هي يعني بتشتغل فيها دي العملاء بتوعها قليلين جدا والمستقبل غير مبشر، فبتلجأ إلى الإيه؟ إلى التصفية. يبقى بالتالي نلخص استراتيجيات الانكماش بتلجأ إليها المنظمة في حالات معينة واتكلمنا عنها، وعندي استراتيجيات انكماش كثيرة منها استراتيجية الإنعاش، استراتيجية التخلص من بعض الأنشطة، استراتيجية المنظمة الأسيرة، استراتيجية التحول، استراتيجية التصفية، في طبعا استراتيجيات تانية بس احنا اتكلمنا عن أهم الاستراتيجيات. احنا كده خلصنا البدائل الاستراتيجية واتكلمنا عن البدائل الاستراتيجية المختلفة. أنا كنت بقول على أنواع على الاستراتيجيات في صورة عناوين عندكم في السلايدز، ولكن هقرر تاني إن كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات ليها شرح وافي، وهحاول أبعت لحضراتكم المطبوعات بتاعت إيه؟ بتاعت هذا الموضوع. وأشوفكم على خير إن شاء الله، وشكراً.